سامعك، ده موقع متخصص للناس المهتمية بالسوشيال ميديا، بيساعدك في تكوين الصور، في إن أنت تكتب الوصف للصور، وبيتعامل مع مواقع كتيرة جدا زي ما نشوف مع بعض، زي مثلا الفيسبوك والانستجرام والتويتر ولينكد إن. ممكن تكتب مقالات وتعمل لها سكادول أو تتنشر في وقت لاحق. مثلا أنت عارف إن أحسن وقت الناس بتستجيب للمقالات مثلا من الساعة 7 لـ 9 بالليل، وانت دلوقتي الصبح، فممكن تجدولها بحيث انها تنشر في الوقت دوت. تقدر تعمل ايه من خلاله؟ تقدر ان انت في تمبليت كتيرة للصور، في ان انت تكتب مقالات، في ان انت تعمل سكادول، في ان انت تعمل اناليتيك وتحلل احسن وقت للنشر ومين اللي بيستجيب للمنشورات بتاعتك، في الهاشتاجات. كل الكلام ده بيتعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة، بحيث ان يحصل زيادة او اقبال على الموقع بتاعك او صفحتك.